بنصرخ له وبنندهله له، وكيف اذا كانت هالصرخه طالعه من القلب من الروح من الفن الحقيقي. مساء الخير، نحن وياكم ببرنامجنا يلي دائما بسهره عمر ما بنكون الا مع نجوم بعالم الفن، نجوم بمجالهم، حتى دائما نحكي عن مسيرتهم، نحكي عن عملهم، نحكي عن لبنان يلي بيحملوه معهم وين ما كان. الليله ضيفنا استثنائي لانه دائما بيصرخ يا بلدنا، بيصرخ يا لبنان يلي بيحملوا معه بقلبه بكيانه بفنه بفكره بعمله بقيادته للأوركسترا لحتى ينقل أجمل صورة عن لبنان الحلو يلي بيشبهنا ويلي منريده دائما. مسيرة بدأت عن عمر صغير، ما كانت سهلة ولكن كانت بخطوات ثابتة وكانت بامتحان الفرص دائما ناجحة، وخاصة بعد استلام المهام بالأوركسترا الوطنية اللبنانية بعد كبير غيب الكبير وليد غلمية المايسترو يلي منقدر له ومنكن له كل احترام. أكيد مسيرته انطبعت وما زال لليوم هالشخص يلي استلم القيادة خير ربان لسفينة الأوركسترا الوطنية اللبنانية. الليلة بصورة مغايرة منحكي معه وعنه بفقراتنا يلي معودين عليها، ولكن يلي مش معودين عليه طريقة يلي رح نطرح فيها الأمور معه صراحته وقربه كمان حتى نحكي بالفن الحقيقي إن كان على الصعيد الوطني أو حتى على الصعيد العربي. قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى شرق عربية، ضيفي بالستوديو، ضيف مميز، فنان مميز، المايسترو عودري الحاج. مساء الخير. اهلا وسهلا فيك. شكرا لكل فريق العمل. شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا، تفضل. يعني ما كان فينا الا ما نبدا مع هالتحيه لموسيقار غاب عنا، اديتوها وقدمتوها وانطلقنا منها تحت قيادتك الموسيقار يلي صار له سنتين، وحضرتك يلي ما بتقصر ابدا انه تنقل لبنان وين ما كان. مساء الخير مايسترو. مساء النور. مساء النور وشكرا، شكرا من جديد على الاستضافه، وبشكر عاطفتك والمقدمه الجميله. شكرا. اهلا وسهلا فيك مايسترو. انطلاقا من قيادتك للاوركسترا الوطنيه اللبنانيه للموسيقى الشرق العربيه، اليوم صار في تفاوت بالواقع الأوركسترالي، خليني أقول على الصعيد العربي، فالبعض منا عريق عنده صاحب بيع طويل، خليني أقول اليوم لما نحكي عن تشكيل الأوركسترا الوطنية، لما نحكي عن لبنان اليوم، لبنان وين موقعه من خلال قيادتك وخبرتك و رعايتك الدائمة لهالموضوع، وين لبنان موقعه نسبة للعالم العربي؟ إن يكفي إنه مثل ما حكيت بالمقدمة حضرتك، إنه يكفي إنه إجا شخص مثل وليد غلمية يفكر إنه يعمل بمدى هالمعهد من سنة 23 يفكر بس يعمل أوركسترتين. يعني هذا الفكر، شوف هذا الشخص شو رؤيوي، ما حدا مفكر غيره يعمل الأوركسترات، لأن الوحيدين بالعالم العربي اللي عازفين بقلبهم ثابتين وعندهم دوام ثابت وعندهم دوام جدي جدا، هالقد في انضباط، هالقد انا ما شفته بغير دول عربيه. برجع اقول لك نحن بالاوركسترا للاعضاء الاوركسترا كلهم بالاوركسترتين، عم بحكي الكلاسيك والعربي، في التزام يومي. اوركسترا الكلاسيك عندها بحدود ال 34 او 30، بين 30 و 35 امسيه، والاوركسترا العربي عندها بحدود ال 15 بالسنه. بقى أنا على طول بقول وصلنا لمحل كأوركسترا عربي نريد أن ننافس،
أنا ما عم بحكي عن نفسي، عم بحكي عن أعضاء الأوركسترا، عن تشكيل الأوركسترا، أين أصبحت الأوركسترا بعد يعني بعد وليد غلمية، من بعد تأسيسها بسنة 2000. نحن هلأ 18 سنة بعتقد الأوركسترا انتقلت لمحل يعني قدرت أنا بمحل، أنا عطول بقول أحاول أن أكمل ما بدأ وليد غلمية، قدرت كمل بهذا المحل، ويمكن أعطيت مني مثل ما قلت له أنا في 30 سنة فرق أنا وياك بدك تسمح لي فيهم. من هيك كانت أمسية، بأول أمسية انعملت لإلي أنا بقيتها كان بسبعة نيسان 2011، بعتقد كان بعو يعني مش بعتقد كان بعو طيب، بس كان صار في اتصال بينه وبينه، وكان هيك كلام عاطفي جدا لأنه كان مريض. بعتقد نحن وصلنا محل بالأوركسترا، أنا طول بقول هذه الأوركسترا هي أعلى سلطة موسيقية بالبلد، الحفاظ عليها ضروري ضروري، وهي أساسا هي حافظ على نفسها. أعضاء الأوركسترا هن بالانضباط اللي عندهم اياه بالحرفيه العاليه، نعم هن حافظوا هذا المحل. نعم. اليوم بعد 18 سنه الاوركسترا بكل ما مرت فيه، وحتى كمان اذا بدنا نقارنها مع الانطلاقات، لانه كانت كمان نواه لحتى تنطلق اوركسترات عربيه كمان، اليوم التصنيف يلي بيوقع فيه لبنان مقارنه مع الفرق الاجنبيه والعربية من ناحية المجموعة ككل كأعضاء فرقة كموسيقيين، اليوم لبنان كيف يصنف عالميا؟ ما فينا نقارن بين الغربي والعربي، نحن بنقارن بين العربي. أنا بشوف ردة فعل الكونتاكترية اللي بتجي من برا، ضيوف اللي بيستضيفها كأوركسترا، كان من سوريا، نعم، كان من مصر، كان من غير بلدان، بشوف ردة فعلهم كيف بتكون. ما حدا ما سمعت ردة فعل نفس ردات الفعل بشوفها، اللي هي اي كوندكتر اي قائد اوركسترا اي موسيقي بحب الانضباط. هاي الاوركسترا فيها كامل الانضباط، ما بتلاقيها، ما بدي احكي كثير يعني ما بدي اوسع، بس ما بتلاقيها وين ما كان انضباطها، لانه هذا بشوفه من كل الدول الموجوده. انضباط هو بتعرف اوروبا ما تطورت الا بالانضباط، الا بالديسيبلين، الا بالشغل الصح. نحن على طول بنشتغل صح تنوصل على المكان اللي بنوصل له. بعتقد نحن وصلنا على محل، إذا بسيق الحلقة بقدر خبرك إنه لما توصل أنت بمحل، أنا على طول بقولها إنه بتحية للأستاذ توفيق الباشا، نعم، منا هيني، أنا على طول بقولها وبذكرها على طول، منا هيني شخص مثل عبد الرحمن الباشا عازف البيانو العالمي يقدم قطعة معنا، يعني ويقول لك هيدا أول مرة بحس إيه إنه في إحساس غريب بتأدية هالقطعة لوالدي. ليه؟ خبرني ليش هيك قال لك؟ صراحة أول شيء هيدا الشخص بيعلمك يعني هذا الموسيقى الكامل، بيعلمك كيف لازم يعني. كان وقعه بالاوركسترا جميل جدا، هو ريفرنس لباخ ولبيتهوفن باوروبا، منا سهل يقدم يعني. قال لي حاب انا يعني قلت له الاوركسترا عن جد عندنا فرصه معنويه حلوه كثير، انه يعني شخص مثل الاستاذ عبد الرحمن الباشا يقدم قطعه لوالده بيانو واوركسترا. نعم. من بعد الامسي قال لي بدي اقول لك شغله يا اندريه، قال لي بدي اقول لك انه البابا كان يحب يسمع هيك، قال لي انا شغلها كثير مع اوروبيين، وانا فهمت شو قصده، الروح الموجوده بالاوركسترا باعضاء الاوركسترا بوسطوا لك يعني والده توفيق الباشا لما قصد يالف القطعه قصد يالفها لروح لبنانيه. من هيك هاي الاوركسترا صار عندها هيدي الروح اللي توصلها للمؤلف. عبد الرحمن سمع كثير مع ناس اوروبيين، ولكن ما وصلت الفكره. من هيك قال لي ما كان فيها الاحساس يلي قدر اللي بده يبيه، هو بيعرف اكثر مني. حلو. قال لي انا بابا بالحرف، قال لي بابا كان بحب يسمعها بهالطريقه. حلو مايسترو. اليوم بعملك بقيادتك للاوركسترا، وقلت من شوي انه عم بتكمل مسيره الراحل يلي من جل ونحترم مايسترو وليد غلمية، خبرني شو الاضافه او شو اللي انت اردت انك تحطه بصمه من روحك من حالك من عملك، شو اللي حاولت تطور وتشتغل عليه وما زلت لليوم؟ انا اللي اخذته اهم شيء شفت شو في يعني شو في كان مشاكل بعدتها شوي، وشو في ايجابيه رفعتها. نعم. برجع اقول لك انا ما قلت ولا مره، انا قلت احاول ان اكمل فعلا، يعني شغله منا سهل تكمل انت مع شخص مثل وليد غلمية، منا مزحه يعني، وتقدر تنجح بمحل حسب الاراء يعني حسب حتى اعضاء الاوركسترا، انه في نجاح الاوركسترا اختلفت من 2011 عند السلامي. انا اللي وضعته كانت الفكره الاولى، اول شيء انفتاح على الموسيقى الجديده على المؤلفين الجداد. نعم. الانفتاح على نقدم كان عندي اياها انا، برجع اقول لك هذا تحيه لكبار من عندنا،
من هيك قصدت ان تكون اكبر حفله، ورحت لعنده على البيت، رحت لعنده مع المدير السابق كان بالانابه استاذ حنا العميل، رحنا انا وياه لعنده الاستاذ وديع الصافي، وقلت له الفكره، قلت له حابب تكون موجود معنا، نقدم لك تحيه. وانا ولا مره ذكرت كلمه تكريم، لانه مستحيل اقول تكريم، انا اكرم كبار من لبنان، يعني من 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 ياسر الرحباني مع حفظ الالقاب لالي شويري لوديع الصافي. قلت له تحيه تنتذكر اغانيك، رحب وفهم فهم شو فكري هو بفترتها. قال لك رح يكثروا اعدائك دكتور غنمية، اتصل فيها تنهار او قبل الحفله، يعني عملت اول امسي. بس هو ما يعني هي مش يعني اكيد انا ما قاصد اعداء، بالعكس انا شفت زادوا محبيني يعني بمحل، والانسان اللي بيشتغل على طول يعني على طول معرض للنقد بمحلات، وانا اقبل النقد من مين ما كان، مش هيك انا مبنيه حياتي على النقد حتى. يعني بقى كان في قبل ما بلشت يعني اول اربع خمس حفلات كان على طول اقول لاصدقاء لي شوفوا وين اخطاء اللي عم تصير، خلينا نصلح نرتفع بالاوركسترا لمحل، وهيك ببني حياتي كلها انا بالنقد. نعم. كتروا انا شفت كتروا الاحبة وكتروا الصحافة، وقربت لعنا وزارة الثقافة اللي كنت على طول اسال انسال انه وزارة الثقافة عم تساعدكم، قال له خلينا نشتغل صح نحن، بعدين الثقافة رح تجي لعنا على اكيد، وهيك صار. يعني خاصة مع اخر وزير اللي حضن هالاوركسترا مثل بنته مثل ابنه، مثل هالقد مؤمن باللي مفكر فيه. انا على صعيد انه نقدم تحية لكبارنا، ونحن قد ما نعد لهم حفلات ضروري نبلش بحال. رح يكون لنا محطات بسياق حلقتنا كمان توقف عند هاللفتات يلي، لانه انا كمان ما بحب استعمل كلمه تكريم، لانه مين نحن لحتى نكرم هؤلاء الكبار، لانه هن هالقد بصموا مش بحاجه لتكريمنا. نحن نتكرم، انا بعتبر كل امسي بعملها بحس انا عم بتكرم صراحه. صحيح. مايسترو، عندك وفا كان للموسيقى الشرقيه التقليديه، علما انه عندك حب كمان واعجاب بالموسيقى الغربيه، شو يلي هيك رسخك اكثر بالوطني بالعربي بالشرقي؟ شو بتبلش الامور من البيت، انا وعيد ببيت بشوف اكورديون بالبيت، كبرت شوي لقيت الوالده تلعب اكورديون، بعتقد البذره الاساسيه بلشت من هون، والريل كان موجود عندنا ما بننسيه نحن بالبيت، وطبعا اربع ساعات القديم، يعني تسمع فريد الاطرش، فريد غصن، الرحابني، فيروز، هالتشكيل المجموعة، بتسمع من غير محل الغربي، تكونت فكرة بالبيت لحدود أنا صار عمري 15 أو 16، فكرت كل يعني طلعت من الجو أو على المدرسة، فكرت كلهم بيلعبوا موسيقى، كلهم بيغنوا، كلهم عندهم سمع، لأن احنا بالبيت كله بيغني وكله عنده سمع وكله ناقد، يعني بيعرف. يعني بقى عشت بهالبيئة، أنا بلشت الفكرة من هون إنه احترم أول شيء ناسنا، برجع لك احترام الآخر واحترام تراثك، وبتصير ثقافة بعدين، بس هي موجودة بأسلوب حياتنا بالبيت نحن، وضمنه الوفا، ضمنه الوفا، وبرجع لك أسلوب حياة. أسلوب الحياة اللي عم تحكي عنه قادك كمان لتأليف مقطوعات لحفلات، رح نحكي بتفاصيلهم. سمح لي نفوت على فاصل أول بحلقتنا مايسترو، نرجع نتابع معك لقاء ممتع، لقاء في ثقافة، ولقاء في رقي بيشبهك مايسترو. مشاهدينا خليكن معنا، بريك أول بحلقتنا، ومنتابع نحن وياكن مع نجمنا بهالحلقة مايسترو أندري الحج. طبعا نحن وياكم مشاهدينا سهرتنا سهرة بتحكي الفن الأصيل، بتحكي لبنان يلي وين ما كان بنفتخر فيه لما نكون عم نحكي عن المايسترو أندري الحاج. متابعين معك قبل البريك كان لنا وقفة مع الفنان
نصير شما ومعك، وهلا مع الفنانه جاهدة وهبي اللي بنوجه لهم كل تحيه وكل تقدير. لما تكون مثل مع جاهدة مثل ما شفنا هلا برويال اوبرا هاوس تبع مسقط بهالحفل، قد ايه الواحد بيكبر بحضوره، بيكبر بتاريخه، بيكون لبناني فخور انه واقف على هيك مكان. هيك بتفرح طبعا، انا اكيد بيفرح الواحد خاصه لما بيعرف انه انه انت اول قائد اوركسترا بتدير الاوركسترا الكلاسيك ببرنامج عربي، وست جاهدة اول مغنيه لبنانيه بتغني مع الاوركسترا الكلاسيك. يعني احنا افتتحنا الحاله هيدي مع ببرنامج عربي، وعم نسمع نحن هون العربي البيور يعني بهذا اللي صار كنا صحيح بقى، وشفت الاوركسترا كلها بدها كلاسيك، ولكن الاعداد اللي صار قدر خدم الاغنيه وقدر ساعدنا نكون مع الاوركسترا. بقى انا بالنسبه لي تجربه كبيره، من بعدها صارت تجربه كمان استاذ نصير شمه اللي كانت اصعب، انه طلبوني ثاني مره، انا طبعا كمان انبسطت وطلبوني كمان مره. شو الصعوبه فيها لما تقول اصعب اندري؟ شو التحدي يلي بيواجهك؟ هل الفنان يلي بيكون في شراكه معه او العمل بحد ذاته، المكان بيفرض حاله، شو اللي بيكون صعب؟ اول شيء العمل مع مغني او مغني اهين، لانه بتاخذ المحل كله، بينما بيكون العمل كله موسيقي بيختلف الموضوع، صارت الموسيقى كلها لإلك، بينما هونيك في الإضاءة غير محل، وممكن يصير في شوية أخطاء بمحل بالأوركسترا، ممكن الناس ما ينتبهوا، وقلت لك بيكون 70% المغنى بياخد المحل، بينما بيكون مع موسيقى بيختلف الموضوع كليا، يعني كل العمل بيصير كله العمل هذا الساعة ونص موسيقى. تاخد مجهود وشغل أكثر؟ أخذ مجهود أكثر، وأخذ قلت لك وتاني مرة بيكون أصعب، يعني لو بتنجح أول مرة يعني حسب الاوركسترا كان يعني انه انبسطوا بالفكره كثير يعني وحابين يعملوا هيك، يعني من هيك صار العمل المشاركه بالعمل ثاني مره. اكيد انا عرفت وين نقاط الضعف كنت ورحت، كان البرنامج اطول والبرنامج كان اصعب. نعم مايسترو، لما نحكي عنك كثار مش بس بيذكروك بالخير، بيذكروك كمان بهالامانه يلي بتحملها بعملك، مثل شخص أنا وأنت منكن له كل احترام، وكانت حلقته من أجمل حلقات الموسم الثاني، شاعر هوريز غيب. مساء الخير أستاذنا. مساء الخير. أهلا، يسعد مساك. أهلا فيك. يسعد مساك، وشكرا لهالمداخلة بحلقة المايسترو أندري الحاج. أستاذنا، لما نحكي عن اسم مثل أندري الحاج، شو المفارقة يلي بتكون فيها إضافة للموسيقى اللبنانية، للأوركستراسيون وللصورة يلي منريد أنه ننقلها للبنان، ويلي حضرتك كمان خير مين نقل هيدي الصورة للعالم كله؟ في عندي جوابين على سؤالك. الجواب الأول، نعم الجواب الأول، بعادة قائد الأوركسترا أنه بيحمد العصا وبيقرأ هالنوتة قدامه وبيصير يقود بالعصا الأوركسترا، مع انتباهه طبعا على بعض اللي بيحصل بخلال العزف. نعم. يميز أندري الحاج عن غيره على الأقل باللي أنا شايفهم، إنه أندري الحاج هو قائد أوركسترا، بيكون هو أوركسترا بحد ذاته، بتحسه عينه على العود مثل عينه على الكمان، مثل عينه على الطبلي، مثل عينه على البيانو، هو أوركسترا بحد ذاته متحرك وعم بيقود أوركسترا كبيرة قدامه. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، نعم، بتميز أندري الحاج بالوفاء. هذا رجل بعده حامل الوفاء لوليد غلمية مؤسس الأوركسترا الشرقية والأوركسترا الفيلهارمونية، ولما كلف وليد غلمية بقيادة الأوركسترا بيشعر أندري أنه عم بيكمل هالرسالة بكل وفاء، وبالتالي مش بس وفاء مسطح إنما وفاء متوغل بالنجاح. يعني مطرح ما وصل وليد غلمية الأوركسترا الشرقية الوطنية الشرق عربية مثل ما كان يسميها وليد، ما وقف عند أندري الحاج، أخذ مطرح ما وصل وليد غلمية وكمل هالرسالة إلى أعلى وإلى أبعد. يعني صارت الأوركسترا الشرق عربية بلبنان عم تعزف بدول عربية كبرى، بصالات كبرى، بصالات أوبرا كبرى، حتى أنه صار لبنان عم بيرافق هالأوركسترا الشرق عربية لما بيكون عم بيقود أندري الحاج. هالأمر خلى لأندري اسم كبير لإله كقائد أوركسترا، بعده بأول عمره يعني مهيئ بكرة أنه يصير أكبر بكثير من الحجم اللي هو فيه، وبالتالي
عم يشتغل مع الأوركسترا الشرق عربي كمؤسسة مش كأفراد عم يعزفوا قدامه على المسرح. حلو أستاذ هوري، ما رح نطول عليك، ولكن بدي أطلب منك إذا بدك تتوجه للمايسترو وتطلب منه هيك طلب أو توصية، شو بتقله؟ بدي أتمنى له الصحة وهالحيوية الدائمة عنده، وخاصة هالشغف. يا أستاذ شادي، ما في عمل بينجح إلا ما يكون في شغف وراء. الشغف عنده إيه أندريه، يعني بس كون أنا وياه ببيت، بسهرة، بأي مكان، حسوا عطول مشهول بقلق على إنجاح الأوركسترا، على التنويط، على كتابة الأوركسترا، كتابة النوتات من جديد. ما في عمل بياخده إلا بيرجع يكتب له أوركستراته عن جديد، بيرجع يكتب له تنويتاته عن جديد بهالنبض وبهالحيوية يلي بيتميز فيها أندري الحاج. الله يوفقك يا أندري، وأنا بحبك كثير. شكرا أستاذ هوري، أنا بتشكرك من قلبي على الشهادة، ما يعني ما لا كلام، أنا بتشكرك من قلبي. شكرا شكرا شكرا. الشاعر الكبير هوري صغيب، الله يطول بعمرك، إضافة لأي مكان بتحل فيه، حلقتك كانت إضافة للموسم الثاني، ومداخلتك غالية علينا بهالحلقة مع المايسترو. شكرا لك الشاعر هوري صغيب، شرفتنا. أنا بشكركم، الله معك. شكرا لحضرتك. شكرا. يا هلا يا هلا. يعني ما أنا ما صراحة مش قادر أحكي، يعني أنا بتأثر كثير ب يعني شكرا أستاذ هوري، ما ميرسي. شكرا. لما الكبار يحكوا بيكون في دائما هيك مسؤولية أكبر. أودري، لما الواحد يكون عم يتقدم، يكون عم يمرق بخبرات الحياة، يكون من عظمة المسرح وقيادة الأوركسترا بين المايسترو وبين أودري، كيف بتغربل حياتك لبنانيا وحتى على صعيد الشخصي لحتى تقيم انت اليوم باي موقع باي مكان، قد ايه انت راضي، طموحك لوين بده يوصل؟ انا بفصل شخصيتي بين القياده و يعني في كذا شخصيه بصير، حتى يعني بين الكون عم بألف او عم بوزع او قاعد مع اصدقاء، بس بدل في شغله بتربط، هي برجع اقول لك هي التربيه، يعني التعاطي مع مع مع, مع كل المجموعه او مع الفرد. من هيك انا على طول برجع للبيت، كيف انت كنت بالبيت، كيف الاهل كانوا بالبيت، مهم كثير البيت، مهم الام بالبيت كثير مثل ما مهم البي. بقى كله هيدا بتحسه كل ما كبرت، كل ما شفته بترجع له، يعني بترجع لهال، بتحطه بعملك من حيث لا تدري، يعني هو الحب والعاطفه كله ببين. يعني يعني انا بكون ما بنام اوقات العمل، انا برسم العمل كله، حتى بشوف الحفله قبل، انا يعني ما تسألني كيف، ما بعرف، يعني بشوف الحفلة، بشوف من هيك لما بروح على محل ما بعرفه، أنا بقول لهم صوروا لي المسرح تصوير. نعم. بعرف المسرح شو بحط له برنامج، أنا شو لازم يكون البرنامج، شو الناس، كم عدد الناس، كله هذا بيأثر يعني. نعم. وطموح، على صعيد طموح بعرف أنا ما عندي طموح شخصي، أنا عندي هاي الأوركسترا دلها مستمرة بهالزخم، وما قال الأستاذ هوري مشكور، الوفا لوايد غلمية ضروري، لأنه إذا أنا كملت بهالمحل ونجحت، أنا بتمنى أنه اللي بيجي من بعدي حتى ويعطي أفكار جديدة كمان ينجح ويتخطاني، لأنه الأوركسترا منها إلي هيدي، أنا قدرت بمحل قدرت اشتغلت بالعدة الموجودة ووسعت قد ما بعرف، يمكن يجي حدا أحسن مني يوسع أكتر، المهم ما يجي حدا ويخرب، هيدا أهم شيء. الأوركسترا وصلت على محل حرام، يعني كرمال الاوركسترا وكرمال المعهد، كرمال الاستمراريه وكرمال هالتعب يلي عم ينحط، لانه السقافه الموجوده عندنا تاريخيا بالحروب اذا بدك. نعم. انه بنفوت دائما وبنحرق مكتبات، بنفوت عم نحكي تاريخيا. بقى انا ما عندي، انا قد ما قاري تاريخ على لبنان والتواريخ هيدي، بشوف هالفتحات اللي تصير دائما بيحرقوا السقافه، لا انا من هيك انا وصغير مقرر وين ما اكون كمل بالشخص، لو الشخص اللي قبلي كان يمكن ما بيعجبني، بس كمل مسيرته الثقافية. طبعا حتى الثقافة اللي عم تحكي عنها يلي أوقات منحرقها شهدناها بالسنوات الأخيرة بالربيع العربي. أيوة. بسوريا كمان مقامات مهمة جدا كمان دمرت، ولكن بيبقى في أشخاص بيحافظوا مثل أمثالك. اليوم مايسترو، لما نحكي عن شراكة كمان مع كورال الفيحاء، هالحفل اللي أخذ ضجة كبيرة ب 29 أيلول، شفنا مقتطفات منه ببداية الحلقة تكريما للموسيقار الراحل ملحم بركات بالتعاون مع وزارة الثقافة، هيك نوع من إيفنتات اللي بيكون الوزارة
خلفهم، قد ايه مهمين؟ قد ايه اليوم لبنان وفي لكباره؟ وزارة الوزير وفي لكباره، يعني بدك تشوف الوزير اللي مسابق وزارة السقافة، ما هي كمان سقافة، يعني سقافة عند الشخص. مساقب الدكتور غطاس خوري بيفكر مثلي بهذا المحل، بحب الموسيقى العربية، وهيدي ما كثير شفتها بغير وزراء صراحة أنا. بحب الموسيقى العربية، بحب الموسيقى اللبنانية، بحب كبارنا، من هيك توفقت أنا وياه ومشينا بالخط، وكل مرة بقول له عندي كذا تكون تحت رعايته، ومشكورين كمان الجامعة الأمريكية اللي كانت مهتمة بالموضوع. وهيدي تاني أمسية بنعملها نحن مع كورال فيحاء. نعم. بس قبل الجامعة الأمريكية على طول نحن متواصلين معهم، كان برنامج زكي نصيف مشكورين. صحيح. أو هاي الأمسية اللي كانت خارج نطاق زكي نصيف. وكورال الفيحاء وهي تاني أمسية بنعمله معنا، أول أمسية كانت مع دكتور جمال أبو الحسن وهيدي، ولكن في كورالات كتير قطعت معنا نحن. نعم. غير كورال الفيحاء أو آخر أمسيتين. قطعنا بكورال بنسى الاسامي انا، يعني قطع اخر مره كورال كمان كورال امام الصدر يلي برافو عليك، يلي بنوجه لهم تحيه كبيره. هيدا بدي اقول لك عمل اكثر من رائع، رح نشوف مقتطفات منه على كل حال بعد شوي. وسنة الجين الله راد رح يكون معنا كمان في كورال المقاصد، زميل معنا بالاوركسترا هو بديره. نعم. استاذ طارق قطرجي كان من انجح حفلتين لنص شمس الدين والياس الرحباني كانوا معنا. في الكورال رفقه اللي مش انا كنت عم دير الاوركسترا، مش انا على طول بدير، يعني انا بدي انا بهمه تنجح ينجح العمل. في كورال المعهد الموجود اللي بتديره مدام عايده شلهوب، عملنا كذا امسيه مع من ناجحين. انا بهمني وين في كورال ناجح بلبنان يتشكل. كورال الكاستيك بايلول 2013 كنا عم نعمل عم نقدم امسيه بكورال الكاستيك كمان. يعني دائما هالتعاونات تثمر ضروري نجاح، وهذا اللي دائما بتبحث عنه، يعني بتختفي خلف العمل لحتى يظهر. أكيد. العمل الفني وهيدا ميزتك. أكيد. أكيد. مايسترو. قريبا أمسية لبنانية بعنوان لبنان الزمن الجميل أو الجميل، لبنان الزمان الزمان الجميل مش الزمان بمصر. أنا قصد عم بقول على اللكنة لأنه هي بمصر رح تكون. بأيمتى رح تكون الحفلة؟ مسافر حضرتك على كل حال يعني بنهار تصوير الحلقة لحتى تبقى أسبوع بمصر، خبرني عن هالحفل الاستثنائي. اتصلت بأستاذ هوري صغير بس هون، قلت له أستاذ هوري عندي أمسية رح يكون فيها البرنامج شعرا لحنا واعدادا، والاكيب اللي بيغني والعازف والعازفين وانا. الامسيه مش لإلي، الامسيه للبنان هي كذا، شو ممكن نسميها؟ قال لي لبنان ثلاث نقط الزمان الجميل، مش الزمن زمن بيحدد لك واقع معين، اما الزمان لبنان الزمان كله. قلت له رائع. بقى هيدي الامسيه رح تغني معنا كارلا راميا. بيسألوني أنا بلش الاتصالات من مصر ليش كارلا أو من هون. كارلا ممكن تغني كل الألوان اللبنانية. كارلا بتشبه التراب اللي بيحب يلحن منه زكي نصيف، بتشبه عنفوان، صوت عنفوان صباح وديع الصافي، بتشبه رقة فيروز، بتشبه فولكلور وايد غلمية بمحل، بتشبه عم ذكر بتشبه روميو لحود وعاطفته. كله هالبرنامج رح يكون هيك، والموسيقى رح تكون رح تكون لتوفيق الباشا. رح يكون في مقطوعة رح يكون معنا مشارك أندريه سويد كمان على عازف فيولون، رح يكون يقدم ثلاث قطع، واحدة لملحم بركات وواحدة لإله خاصة، وقطعة فلامينكو من عنوان فلامينكو لإلي أنا. ولكن برجع لك نحن نمثل هذا الوطن، وهود الناس اللي لازم على طول نحكي عنهم. هود الناس نحن كل ما استمروا نحن نستمر، مبدعينا من الاستاذ وديع وكل الموجودين اليوم مع كل هاللفتات يلي عم بتصير وعم بتقودها حضرتك، بتحس بعد في تقصير بحق الكبار يلي رحلوا مؤخرا عنا، مثل الذهب الصافي، وديع الصافي، شحرورة صباح، الاخوين رحباني وغيرهم؟ يعني اليوم كيف برايك، غمز لنا الضوء، لكن رح اختم بهذا السؤال قبل ما ننقل، كيف برأيك ضروري نحافظ، وكيف شو اللي لازم ينعمل لحتى نعمل استمرارية؟ لما بلشت رئيس الجمهورية الرئيس جنرال ميشيل عون عمل لفتة هز الواقع الثقافي لما كرم استاذ إلي شويري. نعم. أنا بتمنى من الرئاسة يوصل هذا الكلام، إنه يحطوا وقت إنه كل ست أشهر يكون في تكريم لكبير من عندنا.
كل ست اشهر كان بمجال الفن، بمجال اي فن، اي 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 مجال، اي مجال صح. لانه هيدي اللفته اللي كانت رائعه، لما ببلش الرئيس من فوق تبلش قيمه الثقافه، هذا بينتشر على الوطن كله. اذا نبلش من راس من اعلى الهرم. ابدا مايسترو، رح ننتقل للفقره الثانيه بالزمانات. جاهز. تفضل. شكرا. زمانات مع الوقت يلي بيمرق، مع العقارب الساعة يلي ما بيوقفوا ولا مرة، كيف علاقتك مع الوقت؟ متصالح؟ بحب الوقت كثير أنا. متصالح كثير بحب الوقت اللي قدام واللي ورا، بحبه كثير يعني، متصالح كثير مع الوقت. وبحب الساعات يعني، بحب شوف الوقت على طول. هذا الهاجس اللي عندك إياه، هل هو انطلاقا من حرصك انك تستفيد من كل لحظه وتقدر تكون منتج فيها، او لا لتكون متنبه على شو عم بيصير؟ لا، لانه الوقت بيدلك على اول شيء انه على النظام. اول شيء عن الوقت اللي جاي يعني. الوقت اللي راح تعلمك، بس الوقت اللي جاي. من هيك انا بحب يعني، عندي مشكله بالوقت وبالمواعيد يعني، مريض بالمواعيد. مش انا، لانه انا هيك ربيت اسمع انه ست فيروز تجي على موعدها قبل بساعه، تجي الصباح قبل مين انا؟ عم بفهم شو عم اقول لك يعني. هون الوقت ضروري يعني، في احترام للوقت واحترام يعني. اعطيني موعد حضرتك وانا تاخرت، احترام يعني. هذا شو هذا؟ انا بلغي صديقي هون من مكان لما ما بيحترم الوقت او بيحترم الـ يعني. هذه حجج عجقه سير، ومع عجقه سير عنا هيدي خلص صارت، مش لازم بقى خلص هيدي صارت قديمه، لانه كلنا عم نعلق بعجقه سير. مين منا ما عم يعلق بالعجقه؟ بقى انا بحب الوقت كثير، بحب التاريخ. اي وقت من حياتك هيك بتحن للفترة تبعه؟ الطفولة، المراهقة. إذا قلت لك بتصدق، أنا عشت كل حياتي بكل فصول حياتي من أنا صغير. نحن بالبيت سبع أولاد يعني، ثلاث شباب وأربع بنات إخوة. أنا الرقم. أي رقم أنت؟ في طوم. في طوم بنات، في خيي الكبير، وفي أنا يعني. إذا الطوم بسموه شخص، هني أنا الثالث يعني بالولادة. بقى انا كنت مش مدلل هيك، البيت كله عنا مدلل نحن، ونفس الوقت في جديه وفي رصانه وفي احترام الاخر وفي الوفاء للاخر وفي هيدا بتربى بمحل. شو بتتذكر عن طفولتك؟ انت مواليد العام 67 صح، بعين تورت المتن. انا خلقان بثلاثه كانون، بثلاثه كانون اتاني بعد عيد راس السنه. نحن اجمالا بيخلقوا بهالوقت هيدا من 1 لـ10 ما كتير بحبوا عيدهم، لأنه بيقطع هيك مع عيد راس السنة. وبكون كل البادجت رايح قبل وكل الناس يعني. لا أنا ما بحب، ما كتير يعني، مش ما بحب يعني، ما بهمني هالموضوع، ما كتير بهمني. ما بتحب عيد ميلادك؟ لا ما مش قصة غضب أو ما أو ما بيعني لك. لا ما عادي يعني. ما بتحتفل فيه؟ لا بالمعنى الكبير هيدا لا. كانوا بالبيت يحتفلوا فيه، برجع لك، بس ما كان يعني. أنا رومانسي أكتر بغير محلات يعني، عرفت يعني، بروح بس ما بنسى عيدك. هل بدي لك ايه؟ انا ما كثير يعني، ما كثير اناني بهذا المحل، بس ما بنسى عيدك، عرفت؟ هذا بس ما كثير بهمك انت. لا حتى يعني بحب اهدي، ما بحب كثير بخجل يعني. يعني الكومبليمون ما بحبه انا، حدا يقول لي اوندري، ما بحب يعني. اوين ببين على ملامحي هيك طبيعتي انه بيستحي، ما بحب. بعدين ممكن انا بقول لك اي كومبليمون لك ومقتنع فيه يعني. من هيك انا الظاهر انه طفولتي اللي قطعت انا وصغير وقطعنا كلها كانت يعني مرتاحه. مرتاحة والحمد لله. خلينا نتوقف عند مرحلة الطفولة، كيف توصفها؟ شو بتتذكر منها؟ مراحل، ذكريات، لعب، شيطنة، دراسة، كيف هيك، كيف صورتها ببالك؟ أماكن ما بعرف. بتذكر سيارة الوالدة، كانت من أول ناس بتسوق بهداك الزمن يعني، بالسبعينات. كنا نطلع مع بعض ونطلع على الضيعة، نحن ما كنا ولا مرة سكننا بالضيعة. وأنا الجميل بضيعتي إنه هذا كمان بيأثر، لو ما كنت تطلع كثير، انه هالقد ناس مضيفين، هالقد بيحبوا الشخص الاخر، اذا يعني احسن نقول غريب يعني. ناس مضيفين بشكل عندهم شهامه، عندهم كرم. انا ربيت ببيئه صيفيه فوق يعني، كذا صيفيه اطلع انبسط من هذا الجو، حب اطلع. لما نطلع من قنط الياس لبكفيا لفوق على لنوسع على المروج على ضيعتي يعني. ولهلا بحب اطلع يعني، هلا انا بطلع عند اختي، عند خالتي، لفوق عند خالتي، او
وخلاتي موجودين بعدهم فوق، بقى بحبها كثير الضيعه وبحترم ناسها جدا لو مش متواجد انا بال. في شيء معين هيك بذكرك فيها؟ اكله معينه، ريحه معينه، مكان على طول هيك تتردد له بذكرك بطفولتك، بيت معين؟ ما عندي طفوله فوق انا الا بيت خالتي، يعني انا نص تربيتي اخذها جوز خالتي يعني. نعم. او نحن هلا قد كان انسان عاطفي و ربينا بهيدا البيت، مشاويرنا كانت معه بالسياره بهيدي العائله يعني اكثر شيء، لان ما توجدنا ما سكننا نحن، ما سكننا فوق بالمعنى. بس بحب هاي الطريق لهلا، انا بطلع برجع لهلا بحب برجع اتذكر هيدي الامور القديمه خاصه بالليل يعني. مايسترو، وين اكتشفت ولعك بعالم الموسيقى؟ تتذكر عن عمر صغير كان عندك حشريه لهالمطرح هيدا، لهالموسيقى؟ قلت لك البيت عم بيشتغل، عم ماشي الموسيقى يعني. بس وين انت حسيت انه هالشيء مش بس عم بسمعه او عم شوفه او لانه عايش فيه، بلشت تحس بينك وبين حالك انه هالشيء لا انا بيعنيني اكثر؟ بال 14 او بال 15 انه في شيء بدي كمله. انا برجع لك لانه فكرت انه الناس كلها هيك، ما نعرف في علم بالموسيقى انا كنت يعني. يعني ما كان جيل منفق يعني متفتح مثل هلا، كنا عم نتعلم نحن. انت مفكر كل البيوت هيك؟ ايه، كل العالم عرفت انه في، لا في، عرفت انه في شو اسمه، انه في لازم اتعلم موسيقى وكذا، وفت لادرس العود. يعني عم يحكي استاذ هوري على الوفا، اخبر شغله صغيره صارت معي من جمعه او 10 ايام. انا اول شخص يعني علمني الموسيقى محل متواضع جدا، استاذ مبات قرقش اسمه ميشيل قرقش، تعلمت عنده اول حدا علمني العود. يعني انا قصدت رحت على فرنسا عنده بعد 34 سنه لما عرفت وينه، رحت عندي مشوار قصدته على ديزنافيامي عنده مدرسه هناك، قال له انا يعني كان لقاء ولا تلميذك. ولا ما صدق يعني، ما صدق انه انا عم، مش ما صدق لانه انا انه قال لي بعد في ناس، انه قلت له انا جاي لعندك قصدك، قال لك شكرا. وبعدين كملت دراسه على اساس فؤاد عواد بالكاستيك، ومشكوره جدا جامعه الكاستيك لانه فتحت لي ابواب، فتحت لي ابواب جامعه الكاستيك. انا حضنتني 19 سنه علم وتعليم، وتخرجت من هنيك واصدقاء كسر، كان رجال دين ولا 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 ناس ولا اصدقاء يعني. بعدين بال95 صارت مسيره ثانيه، صارت مسيره ثانيه، مسيره ثانيه بالمعهد الوطني. صحيح. لما التقيت دكتور غلمي بتلفزيون لبنان التقيت فيه انا. خبرنا كيف كان اول لقاء مع دكتور وليد غلمية؟ وليد غلمية انا على طول بقول عنه لما بيطلع بالشخص بيعمل له سكان، يعني بيقراه دغري، وهيدي كنت مفكر انا كنت غلطان فيها، كنت مفكر غلطان فيها. بس لما تعرفت عليه عن قرب ما معقول يعني. وليد غلمية لهلا نحن الاصدقاء القليل يعني اللي بنعرفه مزبوط، نكتشف انه في اشخاص كان يحكي عنا ما معقول، كان معه حق 200% فيها، مع انه اول كنت غلطه انا انه ليه عم تحكم على كذا، تلاقي انه معه حق، عنده نظره ثاقبه. سكانر كنت اقول له عنده سكانر، بقى تعرفت بتلفزيون لبنان وقال لي حابينك مش حابينك انه تعا اقدم على انه تدرس عندنا الى جانب الكاستيك يعني. وهيك بلشت، رجعت اربع خمس سنين افتتح الاوركسترا الشرق العربيه، وكنت انا العود الاول فيها. ومن وراء هالاوركسترا انا هي كانت الحافز الاساس لاعمل سيديين، لاعمل البومات. هي الاوركسترا اللي مع الوقت بتشوف انه الناقد، المؤلف، الملحن، هي اللي بتخلقه، هي اللي بتخلق الصحافي، الجمهور، طالب جديد. هل قد كانت هالمرحلة مدرسة بالنسبة لك مع كل هالخطوات، مع كل هالسلم يلي كنت عم تطلع ودرجة درجة، كنت عارف لوين كنت واصل أو لا كنت ماشي مسلم لهالمرحلة؟ تماما، أنا بالحق قدري يعني، أنا بالحق فعلا قدر وين بيخدني، بس لما بيخدني على محل بتلقط بهذا المحل بالمعنى مش المادي، بتلقط فيه تشتغل فيه صح حتى تاخذ افضل ما تعطيه، افضل ما عندك تاخذ منه افضل. انا وليد، انا وليد غلمية غير لي قدري، انا كنت غير محل كلي، انا كنت بالموسيقى بس هو شافني اكثر، انا ما شفت حالي، شافني شو عم اسس انا بال2002، شاف انه اندري عنده اوركسترا طلاب من كان اسمه اوركسترا المتن، فيها 50 طالب وماشي حالهم. وبالكاستيك انا اول كوندكتر اسست اوركسترا بجامعه الكاستيك، ما كان في من سنه السبعين أسسته ونجحنا وعملنا كذا أمسية هوني. هو عم يشوف هذا الشخص كيف بيتصرف، عم يشوف أخلاقه، مش بس عم يشوف، عم يشوف ممكن يكون يدير هالمحل، ممكن يكون لا اقتنع واتصل فيه. رح نفوت على فاصل تاني بحلقتنا بعد البريك، رح روح على محطات معينة، رح روح على صور بالأسود والأبيض هيك ارجع أنا وياك فيهم لورا بالزمانات، ورح نحكي كمان عن التأليف وعن المؤلفات الشخصية
لك. بريك تاني بحلقتنا مشاهدينا، خليكم معنا عم تترافقوا بها الحلقة كمان عبر هاشتاج سهرة أندرسكور عمر عبر السوشيال ميديا، وعم ترجعوا تحضروا الحلقة صباح الأحد بتمام الساعة 11، وأكيد عم ترجعوا تحضروها عبر اليوتيوب. بريك تاني بحلقتنا، بنرجع منتابع مع نجمنا بها الحلقة مايسترو أندريه الحاج. نتابع بسهرتنا مع المايسترو أندريه الحاج، بعدنا بالزمانات، بعدنا بالفقرة اللي بتحبها، بالوقت يلي بيمرقوا بالساعات. مايسترو رح توقف معك عند ثلاث صور بثلاث محطات مختلفة بالأسود والأبيض، أنا وياك رح نرجع لورا، رح نشوف أول صورة بدي أطلب منك تعلق عليها. ايه شوف، هيدي العائلة مع بيت خالتي انا هون وبيت خالي، انا على البسكليت. انت اللي على البسكليت؟ انا مدلل اكثر واحد على البسكليت. كنت شقي او ايه كنت شقي بهالمرحلة؟ لا لا كنت شقي، انا اكيد كنت شقي. الوالدي بي عشمال الصورة، وخالاتي اثنين، وبعد في عندي خالتي ثالثة وجوز خالتي. هاي المرحلة كانت مرحلة بلا هموم؟ مرحلة لا اكيد بلا هموم، بلا هموم، وكان في متعة حدا يجيب لك لعبة او يجيب لك كادو. كان ننطر عيد الاعياد يعني معينه لتنطلع الضيعه ناخذ هديه من خالنا ولا من جوز خالتنا ولا كان فيها لهفه، كان فيها كان في متعه اللقاء، متعه اللقاء تاخذ الكادو يعني او الهديه يعني. نعم بحب هيدي، بحب هالوقت كثير، بحب هاي الجمعه لانه انا عشت بهيدي الجمعه كلها. بتحن لها؟ ايه معلوم. من هيك بطلع، برجع بطلع، انا بطلع عند اختي، بحب اكثر شيء اطلع بالشتاء، ما بطلع بالصيف، بحب الشتاء انا، او بطلع عند خالتي هلا او خالاتي، بطلع زورهم يعني، بطلع بي 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 ما بطلع ولد يعني، ما بطلع انا كبير، بحس حالي بطلع بروح الولد. مايسترو بناخد محطه ثانيه بالاسود والابيض كمان. هيدي الصوره بدار، هذا رجل دين، اربع خالاتي عفوا الوالده مع ثلاث خالاتي، ما بدي خبرك يعني من اجمل الاصوات اللي بتسمعها بالعالم العربي، بس ولا مره قبلوا يغنوا. اف يعني انا ما بيستحوا كانوا، لانه في يعني عم تحكي بالاربعينات، كان في ضغط الاهل. أيوة. يمكن يعني والبيئه ككل للناس تعرف، بس وحضرتك انه الرحابني ستهم من عنا، من هيك كرموها بهلا هلا يا تراب عنطوره. انا حسب ما بتخبرني سته، قد ما اصواتهم حلوه انتشر صيتهم بالضيعه كثير، انه بيت بو مخيل عند الكنوي فوق، اصواتهم جميله. انا حسب ما عرفت، حسب ما كانت قلي ستي، انه كان الرحابني يطلعوا عم ينبشوا على اصوات، مش عارف اذا قبل ست فيروز ولا بعد بقى. ما يعني ستي وصلت خبر انه ما حدا يجي لهون، ممنوع يعني، كان هالقد ممنوع، كان خط احمر هذا الموضوع. من هيك بعتقد قضوا حياته. انا سامع بس صوت، كنت اسمعهم محل عم بي يعني بي باماكن دينيه، بس عم اصواتهم تصدح. نعم. صوره اخيره بنتوقف عندها ومحطه اخيره بزحله، هيدا انا شايف اشقى واحد الاسود. انت دائما على الهيك مغاير على الطرف. شايف جوز خالتي على طول معنا، لانه الوالد كان ملتهي بشغله كثير يعني. هذا الشخص انا يعني ما بنسى، يعني الله يرحمه، ما بنسى له فضل، فضل انساني، ايه فضل عاطفي على العائله كلها، على العائله كلها، مش عائلتي بس انا، على بيت خالي، على بيت عمتي، على بيت خالاتي يعني. ترك اثر يعني، جرح كبير بعد غيابه. وولاد خالتي ومش ايش منيح انا هون، بس بعتقد اختي اللي قاعده حدي، اختي الاصغر مني،
صحيح في في بنوت صغيره حدك بحبها كثير مايسترو. كل هالمشاعر يلي عم بتحطهم بهالنوستالجي بهالذكريات بهالمكان، كل اللي تعلمته، كل الايجابيات السلبيات الصعوبات الحياه يلي عشتها، كيف حطيتها بالموسيقى يلي انت ألفتها؟ شفت هول الصور، هيدا انت، هي طفولتك، هيدا انت الرجل اللي عمره 40 و50، هيدا انت لما الولد بيتاثر بحياته من 3 سنين ل 11 سنه بيكون هو ذاته بعدين. كيف تقطع مرحلتك من هون لهون؟ يعني اذا صار معك حادث اليم ده اللي متاثر حياتك فيها، انت الرجل الكبير بدلك هني. انا هي طفولتي كلها عاطفه وكلها محبه، وتكبر شوي صغيره بتلاقي في عندك ام جذابه، عندك بي خدوم، عندك بي بي مثل ما بقول باللبناني ما بيطلب المني من حدا، ما بيذبح جميلة حدا، عمل حاله شغيل قبضاي ادمي، يعني كله هودي بيصيروا فيك انت مع الوقت مع الوقت، بس بتطلع كيف انت صرت هيك ما بتعرف، بس صرت شوف بشخصيتك هاي الطفوله من هون، هيدي اخذها من هون، بصير طفولتك هيك، وكل ما حتى تتكون الهويه وكل ما كبر الانسان بالعمر، مش عم بحكي عنه، كل ما كبر الانسان بالعمر بيعرف انه هيدي اخذها من هون، هيدي من هون، هيدي من تصرف من هون، هيدي من 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 حادثه أليمة من هون، هيدا من فرح من هون. بس برجع لك، انا عشت كل مراحلي لهلا بشكل ثائب بشكل صح. ان شاء الله دايما هيك. مايسترو غمز لنا الضوء باشاره منه لننتقل للاسرار. يب. تفضل. متابعين بالفقرة الثالثة الأسرار يلي بتاخدنا هيك لجوانب ما كتير بنعرفهم، بعيدا عن العمل، عن الجدية، عن الرصانة، عن هيدا التفاني بشغلك، لأن بعرف لما يكون عندك مشروع عم تشتغل عليه بتحط كل حالك فيه، تنسى كل الدنيا حواليك. وين المتنفس تبعك؟ بتسافر، بتطلع على الضيعة، بتروح على مطعم معين، شو بتعمل هيك لحتى تنسى شغل؟ اكيد مش مطعم، بروح على السكوت. في عندي مكان بحب اروح عليه وبروح بالليل، احد الاماكن هالقد فيها سكوت، لانه انا بشتاق للهدوء، بحب اسمع السكوت. طبعا هي تقريبا مثلا بحب اسمع السكوت خاصه بالليل، يعني بعمل هاي التمشي اللطيفه لفوق، يعني ما تحت ضوء النجوم. انا ما بصلي كثير، ما بعرف كثير يعني بالمعنى الكبير، بس بحس انه لما بطلع اي اماكن في سكوت بيكون في صلاه، يعني صحيح. ولا على كل حال بيعرف يفكر بداخله بصمت ويصلي على طريقته، هيدي صلاه. خلينا نتقبل بعضنا مثل ما كنا، كل واحد باختلافه، وهيدي هي الحياه مايسترو. ودي معامله. صحيح مايسترو. لما نحكي عن الصمت بحياة أوقات منعيشها كلها ضجيج، وخاصة بنطاق شغلنا، بنطاق شغلك مع الموسيقى، مع الناس، مع الصحافة، مع ضجة الأعمال يلي هيدا ضجيج حلو على فكرة، يعني مع الصحافة ضجيج حلو. لا ما بيزعجني أنا، بس ضجيج بتسمعه من غير محلات، يعني بتكون أنت عايش بمحل من هيك. أنا فصلت حالي عن اللي عم يصير بلبنان وحتى عن دول عربية، يعني بتعيش بمحل أنه خلص. قلت لك لما بتقرا كثير قدرت تفصل حالك. قدرت من سنتين لهلا انه اقدر اسافر لبرا، ما ارجع لهون اعمل احباط، خلص موجود هيدا واقعك، يعني وين ما كنت تكون، يعني ما من هيك. انا بحترم كل الدول العربيه وبحترم كل دول العالم وبحترم الموجود ببلدي، هيدا انت موجود هون بدك تتاقلم على اساس هون. انا ما عندي سقيفه النق ابدا ابدا، انا بشتغل على طول، يعني ما في موضوع واحد ممكن تنق عليه. لا لا لا، ما مستحيل تسمعني، مستحيل يعني اذا بدي احكيه ما بحكيه على القليله علنا، بحكيه مع شخص. هل انت ايجابي بالتعاطي مع الامور؟ شوف مش قصة ايجابي، هداك وين بوصل، يعني سقفت البوم وين بتوصل؟ سقفت البوم، ما انا لما وين بتوصل؟ ما بتوصل محل، المعقول انت تشوف وزير عم بيخي انا لازم احكي على الموضوع الطرقات، مش انت يعني انت مسؤول، انت انا عم بحكي من هالمنطق، ما هيك فصلت حالي من هالموضوع، موضوع السياسي، موضوع الديني، حتى بمحل اشتغلت كونت عالم الموسيقى اشتغل فيه، اخدم
هذه المؤسسة اللي فيها أنا اللي هي المعهد الوطني هي الأوركسترا بالتالي. اليوم من هالمنطلق اللي عم تحكي فيه مايسترو، أنت مواطن برتبة مايسترو عم يشتغل من موقعه لحتى يخدم وطنه، بظل أنه كتار حواليه يمكن ما عم يعملوا شغلهم صح، ما عم يعملوا اللي لازم ينعمل. اليوم المناصب بتهمك أنك تتبوأ منصب معين يكون عندك باور، سلطة. في ناس تبحث عن هيدي السلطة لحتى تكون هي صاحبة القرار، لحتى تكون هي مسيطرة. في ناس بتقتل تتوصل لهون. أنا لا، قلت لك أول حديث أنا أنتظر قدري، يعني وين بيخدني القدر. يعني أنا عمري 5 سنين مفروض تكون متوفي، صار معي حادث انتقلت لل 35 أو 22، عندي حادث ثاني صار، والحرب كلنا قطعنا بحروب، أنا بعتبر كلنا مشروع متوفين أو شهداء. بقى من هالمنطلق أنه ما كتير يعني قابض الأمور، إلا حتى لما بشتغل أنا ما بهرب من العمر أو من الوقت، لا بشتغل لأنه عندي متعة الشغل وبحب أكون بهذا المحل الصح يعني. نعم مايسترو، رح نفوت على فاصل ثالث وأخير بحلقتنا، من بعده رح نحكي عن جانب الصداقة، جانب آخر كمان نكتشف مكان مش دايما بينحكى فيه، مش دايما بيظهر كمان من خلال عملك وشغلك. بريك أخير بحلقتنا مشاهدينا، خليكن معنا بسهرتنا ليلة سهرة من العمر مع المايسترو أندري الحاج. هيدا لبنان اللي منحبه، والمايسترو يلي ما بقصر انه يذكرنا ودايما يخلي لبنان حاضر فينا. بالقسم الاخير صرنا مايسترو، بعدنا بالاسرار، بالاسرار يلي ما فينا نعرفها الا اذا رحنا عند الاصحاب يلي بتاكل انت وياهم تبوله وحر وبتقضي السفره كلها على البيسيكلات معهم وكثير قصص تانية. الفنان روني براك، مساء الخير. مساء النور. شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. ماشي الحال الحمد لله. يعني بحلقه مايسترو أندري الحاج ما فينا الا ما ناخذ مداخله منك. رح بلش بالقلب مثل ما دائما ببدا عاده. هلا الي انا تقريبا 3/4 ساعه عم بحكي بحسنات المايسترو، انا بدي اياك تبلش لي تحكي لي بالسيئات، تفضل. يا ويلك يا ويلك يا ويلك. أصلاً ولا مرة بعيت لي باسمي، من أول ما تعرف علي ولا مرة بعيت لي باسمي، بعيت لي بالعائلة دغري. بعيت له بالعائلة. لا بكون معصب، بلا بكون معصب بحكيك بالاسم. إيه بالاسم. إيه بالاسم إيه. روني خبرني شو اللي بصداقتك مع أندري بيميز هالصداقة وبيميزه كشخص مع أصدقائه، بعيداً عن الوسط الفني، عن الحس الفني اللي بيتمتع فيه، عن وطنيته، عن كل هالخبار يلي ما في شك فيهم وكلنا يعني عنا اطلاع عليهم. خبرني على صعيد شخصي، على صعيد الصداقة. لا أكيد نحن أصدقاء من أيام 88، وفعلاً مثل ما بقوله يعني بيكون عندك أكثر شيء صديق ولا صديقين، وأخذ هو من صديق يلي وفي أول شيء عنده وفا بحياته، وغير أنه بقدر كتير وبيحترم الموسيقى وبيحترم العائلة ومحب وخدوم عن جد. يعني أنا ما بقدر يمكن أحكي عنه كتير لأنه ما بعرف، يعني أنا بعده مش بس كصديق، بعده كخي كبير لإلي فعلا يعني. نعم يلا احكيه شو في عندك. روني خبرني في هيك موقف دايما بتتذكروه، صايرة خبرية معكم انتم مسافرين، انتم بعمل عسكي باليونان مثلا؟ أيوة. خبرني. يعني انا بس هيك عم حاول ان اعش لك ذاكرتك مش اكثر ولا اقل، عم زدت لك هنت. ما هننكش اشي هلا ما بنخلص. بتذكر
لا لا في عنا لا نحن قضينا اصلا باليونان يمكن من احلى ايام حياتنا في 89 نعم. كنا اربع اصدقاء سوا هنيك مع جاك حداد صديقنا وجوزيف اساط وجنو الخير فقضينا وقت كثير حلو يعني بتذكر مره عملنا اوبرا على الطريق بالشارع انا واندري صرنا طلعنا على مثل محل مسكرين محلات منطقه اسمها جليفادا مشهوره كثير باثينا على البحر نعم فطلعنا وبلشنا نغني اوبرا انا واندري باصواتنا الحلوه وتجمعوا لك العالم على كمان طبعا جاك بالذات كمان عم يرقونا ككورال هن وبلشت العالم تتجمع ويحطوا لنا مصاري صاروا على الارض طلعتوا الصخره يعني فكرونا مضبوط عم نقدم شو يعني بتعرف برا بصير باسكينج هذا اسمه باسكينج فكرونا انه عم فكروا العالم انه نحن فعلا نحن عم نقدم شو صوته بيجي مرة عملنا ضرب كثير كثير يعني ما بصدق انا هلا كيف عملناه نعم انا طبعا لانه بشخصيتي بحب التمثيل واندري بيحمسني على شيء وبفوت بالدور مضبوط يعني انا وياه وقت افوت بدور ما بنضحك بتذكر ساعة ونص رحنا بالباص طلعنا مشينا طرقات وقفنا اشارات وقفنا تاكسيات كلهم على الطريق العالم مفكرين انه مين كان دخلك سوري بس نظر انت كله انا مشيك انا مشيك مضبوط كان عندي انا لينات كان عندي لينات جلاسز عوانات نعم فلبسهم اندري وانا مشيته وحمل عصاي بس انه نحن كنا هيك يعني عم نعمل مثل كوميدي كنا شوي صغار بالعمر وطايشين شوي بس هيك ما كثير كان حلو يعني ما انه كان كثير بضحك بس ما بعرف عندنا عن جد عندنا عاملين اشياء على البحر احسن بدك تخبره بدك تخبره بدك تخبره الخبريه الثالثه شو هي؟ البيك شيء مؤيدة شو خبريه البيك؟ كان عنده حتى نختم معك تفضل كان عنده اجتماع كثير مهم الحاج بتذكر 6 على بكره يمكن طلع من الاوتيل رجع بعدين بعد الظهر على الاوتيل انا شبابي خبرتهم شغله صارت معي كثير كثير فيكم تطلعوا بس بشو لابس بإجريه طلعنا لقينا لابس كل فرد شكل يعني ان شاء الله دائما هيك بكون في ذكريات حلوه بكون فيها صداقه يلي بتستمر روني أكيد. انت كمان بنفتخر فيك مش بس لبنانيا عربيا وعالميا كمان وموعودين فيك بسهره عمر كمان بس ضروري. يصير في مناسبه بتشرفنا بحلقه غير شكل وشكرا على المداخله بحضورك دائما الملفت روني براك شكرا لك شكرا اهلا وسهلا فعلا قديه سفرنا سفرات روني اساسا بقضيها سفر يعني وصديقين لنا كمان جوزيف اصاف وجاك حداد بقضوها سفر هيدي السفره ما معقوله شو تركي اثر عم تحكي من 89 كان روني عمره 19 كان عمري انا 23 او 24 سنه ما معقول شو تركي اثر لانه التقينا مع بعض وحرب وتعتير يعني ورحنا نحن وهي الذكريات اللي بتبقى ايه طبعا اجمل ذكريات يعني مايسترو رح ننتقل للفقره الاخيره مع الاسف لانه عبالي بعد احكي كثير اشياء ومبسوطين بالجلسه معك بس مضطرين نروح للفقره الاخيره مع الصحافه تفضل الفقرة الأخيرة مايسترو ودائما من خلالها بيكون في حصة مع الصحافة بسؤالين نختم فيهم الليلة مع الصحافة عبد الله بعلبكي مساء الخير مساء الخير سادي كيف أهلا وسهلا فيك الحمد لله عبد الله مباشرة إلى أول سؤال من سؤالين رح تطرحهم على ضيفنا مايسترو أندري الحاج تفضل خليني قبل ما وجه تحية للمايسترو أندري الحاج أشكرك لأنك عم بتضوي على المواضيع الفنية القيمة وعم تستقبل شخصيات فنية بارزة بواقع الساحة الفنية يمكن وصلت اليوم للحضيض يعني فكل الشكر لك هيدا واجب التحية. وهيدا اللي لازم يصير على كل حال شكرا لك على كل حال تفضل أكيد عم بتكون خير ممثل لرسالة العالمية شكرا لك تفضل سؤالي للمايسترو أول شيء مساء الخير للمايسترو مساء النور عندي سؤال اليوم يمكن التحية اللي عم تقدمها لعمالقة ولنجوم كبار من بلدي عم بتصير ضجة عالمية ومتابعة كبيرة من قبل الناس
هل عم بيتم استغلال هالمتابعه وهالضجه الاعلاميه بالاصدارات الفنيه المنفرده للفرقه وللموهوبين اللي معك من الموسيقيين يعني؟ عم تعمل هل عم بتكون منصفه متوازيه مع الاصدارات الفنيه والمتابعه للفرقه يعني عم بيتم استغلال هالضجه الاعلاميه لما عم نقدم تحيه للكبار بالاصدارات الفنيه المنفرده الخاصه فينا كفرقه موسيقيه؟ لا استغلال ما بعرف انا يعني ولا مره فكرت انه اذا استغلال ولا لانه نحن ما عملنا بس تحيه يعني الاوركسترا مفتوحه لي انا ولضيوف لبنانيه الاستغلال عم يحكي عنه بس للتنويه والاستغلال الايجابي يمكن لانه قطع الخط بمطرح معين ايجابي طبعا لشو؟ لجهود يعني هالكبار يلي راحوا هل عم تستغل لحتى كمان قدرات الفرقه تبين وتظهر اكثر؟ شوف عظيم قدرات الفرقه اساسا قدرات الاوركسترا موجوده يعني عناصر الاوركسترا اللي بيشتغلوا لكبار من عندنا بيتمتعوا لعم برجع لك اعلم بيعمل امسيه لكبير وانا يعني فعلا بحكيك انه لما طلب الاستاذ وليع الصف انا بعتبره اكبر شهاده لي انا هلا اذا هيدي بتستغل ايجابيا بس انا ما فيني يعني اتصل فيي اخوه بالمستشفى وقال لي الاستاذ موجود حده يعني بده يعمل امسيه بده يعمل يوبيل الماسي له وحاب ما حدا ياخذها منه ان ما بده اي مؤسسه خاصه بالحرف بده الدوله تعملها والدوله ممثله بالمعهد الوطني بالاوركسترا بده اياك تعمل لي هالامسيه وكانت الامسيه ب باليونسكو صحيح وغيرها هي ما عاد يعني هي بالعكس يعني هي استغلال فعلا ايجابي لنقول يعني انا بدوري ما بحب اكون واعظ او من هول بيوعظ او بقول للناس انا بعمل اللي بعرفه يعني اللي انت بتعمل اللي علي انا اللي علي واللي بعرفه انا صحيح. ما بعرف اعمل غير هيك انا مع احترامي كل موجود بالسوق بس لازم نقول للناس انه اذا عم تسمعوه هونيك هيك لا في هون كمان انا بهمني اللي يكون في توازن بين اثنين هذا اللي مش موجود كتير بس هل عم ننسى عم ننسى نحن شو مين هون الناس اللي قطعوا ماتوا كرمال لبنان صباح اذا بتشوف حديث لها مع نجيب حنكش يعني بتبكي كيف عم تحكي عن لبنان الاستاذ وديع نفس الشيء اللي شويري نفس الشيء وغيره نفس الشيء بقى لازم نحافظ على هون الناس لنحافظ على حالنا وعلى تراثنا وعلى تراثنا وعلى مستقبلنا تفضل عبد الله سؤال اخر واخير بتطرحه الشرف السؤال الثاني اليوم المايسترو عم بيوجه تحيه لعمالقه لفنانين كبار من بلادي اليوم بعد مرور 10 سنين او 20 سنه مين بين نجوم اليوم اللي عم بيقدموا اعمال واصدارات فنيه كثيره بيعتقد انه الموسيقيين الغد رح يكرمون ويوجهوا لهم تحيه يعني شو بدي ما بعرف شو بجاوب صراحة السؤال صعب بس اكيد انه كليا ماني شايف هذا الموضوع لبعيد منك متفائل جدا لا باللي موجود باللي موجود عم نحكي ما في قواعد شاذة عم نحكي عن كيان اغنيه نحن يعني عن كيان مؤلف من شعر ومن لحن ومن من خط لبناني انا من المدى العشر سنين اللي قبل لهلا بعتذر ماني كثير انه شايف ناس رح يتكرموا بهذا المعنى او رح نقدم لهم تحيه رح يتركوا ارث رح يتركوا بصمه رح يكونوا هالقدم على المين برجع لك بشوف ولا فنان ايه ولا فنان هو. ولا فنان عم بقول برجع ما بعتقد بقي لنا بعد ما كبيرنا هلا الست فيروز وإلي شويري ما بعتقد اذا على صعيد ما بعرف اذا غلطان انا بس انه صعب شوي صعبه يعني صعب يعني رح يمتد التكريم للكبار حتى بعد سنين من هلا ما لازم يخلص يعني عبد الوهاب وام كلثوم وعبد الحليم كل سنه بدار الاوبرا وكل سنه موجودين وعبد الحليم وام كلثوم انا من هيك انطلقت انه انا عم بقول لهم بالصحافه انه انا بدي يكون مصري مثل هون الناس يعني بدي يكون عنصري بهالمحل مع لبنانيتي مثل ما هون الناس موجودين بمصر عم يتصرفوا صح وانا معهم برافو عليهم انا ببلش بناسي بعدين بنتقل للعالم العربي وانا بعتقد بتكون كمؤسسه انت محترم اكثر من تبلش بناسك ومؤمن فيهم الصحافة عبد الله بعلبك شكراً للمداخلة وشكراً لك شرفتنا يا هلا يا هلا مايسترو شكراً لحضورك معنا لا فيك ضلك قاعد ومرتاح لأنه بدي أطلب منك كمان بختام حلقتنا تكتب لنا على ليفر دور تترك لنا كلمة من القلب لقلبنا شكراً لحضورك معنا موفق بكل شيء بتعمله بتشرف الفن اللبناني والأوركسترا الوطنية اللبنانية بكل المجهود اللي عم بتحطه فيها شرفتنا مايسترو أندري الحاج انا بتشكرك تلفزيون لبنان بتشكر الاعداد بتشكر فريق العمل كله شكر الشباب والمصورين شكرا لك خاص اهلا وسهلا فيك شرفتنا بهالحلقه الختام معك حتى تترك لنا بصمه صغيره مشاهدينا انا بشكر متابعتكم تصبحوا على الف خير